واش تقدري تديري؟ هذه حبه جاتك في الفم حكيتيها سال الدم خليتيها اكثر الهم. والله ما تفرى اليوم، اليوم ما نتسلكش. خير ان شاء الله. جاني في نص الليل يعيط ويهدد فيا. نقول لك حاجه، والله العظيم كاش ما يصرى لها يخلصها غاليه. وحلف لو كان يحكموا ويقتلوا نخبر يجيبوه توالا. إنا لله وإنا إليه راجعون. في بعض الأحيان الإنسان يرفض أكثر من اللي يقدر عليه، بصح يلزم له يصبر. لم جد، وإحنا في الدنيا نطلبوا له روحنا. بسيط يا ربي، بسيط يا بنتي. حطي عقلك في قبضة يدك، ما تحطيهش في حجرك كي تنوضي يطيح لك. المهم الصح يبان. كاش ما كاين هم أكثر من هذا؟ والله العظيم غير خاطئني، ما درت والو. تعرفي ماني، راني نحس روحي عيانة، وكل ما نوقف تحت مني الدوخة. ندمت كاع اللي عرفتو الخلطة ديالي وين وصلتني. وإن شاء الله ما يكون غير الخير. لازم تتفكر، دبر راسك. أمينة، باقي لها راهي بالجوف. بو يما، بو وأنا ما نعرفش. احكي لي. كل شيء راح، كل شيء ضاع. وعلى أمينة زعما راكي متحقة لي؟ بو، وهذه فيها شك، ما تزيديش تعاوديها. ظهر بلي خداع، خدعني. خدعني أنا وولادي. أنا ما كنت عارفة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. عمي عيسى فلت، العصابة طاحت في الفخ. فرحتني يا فرح يا بدي. ما تقدرش تعرف شحال راني نادر، وما تقدرش تتخيل واش شفت كامل في الحس. وقتاش معول تبدا؟ هذا السمانة السبت بإذن الله نبدا. مازال غير نزيد شوية سلعة ونبدا إن شاء الله. إن شاء الله الغلطة هذه اللي عودتها غادي تدرس في راسك. قلنا الفوق هكا تعرف مع من دور وشكون صاحب. بالبركة إن شاء الله. إن شاء الله. بيتزا، كوارط، وفرات. وتعرف وقتاش ناكلو؟ معليش معليش، اللي فات مات. ياك افتح صفحة جديدة وتكل على ربي إن شاء الله. هذه الدنيا كاين اللي محقور وكاين اللي مكسور، وكاين اللي كثرت عليه الحزان، وكاين اللي دار عليه السمال. للا عقلته ولا غير هو فؤاد؟ ما تخافيش راني معاك، والعساس راه يبات هنا. تحبي نعيط المحامي؟ ما تشقيش روحك، ما كلاش ما يسلكك لا المحامي لا سيدي زكري. الولد خاطيه وانتي تتهمي فيه، ونقول لك الجريمة الكبيرة انتي اللي درتيها. شهدتي عليه شهادة الزور، الحساب مع مولاك. قتل قتل قتل. الله يهديك. واش نقول لك؟ اسمعي اسمعي، الى حبيتي ضميرك يهنيك وربي يغفر لك، روحي شوفيهم وطلبي منهم السماح. الله يهدي مخلق يا ابن عمي، الله يهدي ما يا رب. مساء الخير بابا. مساء الخير. واش راك؟ لاباس الحمد لله. راك تعرف لها ياو نسمى البحري ولا غير هي؟ هذا هو الناعم. كثر خير ربي العالمين، الحمد لله. الحمد لله. واش جيت تزورني برك ولا كاش ما راك حاب حاجه؟ لا لا، جيت نشوفك برك يا فؤاد. يا وليدي راني نعرفك غير الخير. واش حبيت يا بابا؟ حبيتك تكون مهني من جهتي، وتعرف بلي ندمت وفطنت مع روحي، وعرفت بلي في هاد الدنيا ما ينفع غير الصح. الحمد لله كي رجعت لطريق صواب. معليش يا وليدي، جوزت امتحان صعيب، بصح رايح يكون لك درس في هاد الحياة.
المهم كيف طنت مع روحك واندميت. وعلى هذه قررت. قررت نمشي للجامعة ونكمل قرايتي إن شاء الله. هذا هو الكلام اللي كنت نحب نسمعه منك يا وليدي. وهذا الكلام هذا يزيد يشجعني باش نضحي أكثر من أجلك. ما تقدرش تصور شحال اليوم راني فرحان. وكما فرحتني نطلب ربي يزيد يكمل لك في فرحك. فؤاد وليدي. حمر لي وجهي. خليني نفخر بيك. خليني اشوفك في مكان عالي. خليني اشوفك في مكان اللي انا ما وصلتلوش. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل تفضل. ايه كمال. اه اهلا سي كمال. شلون خويا حالك؟ لاباس. حق ما؟ الحمد لله. صحتنا بركة. الله يسلمك يا خويا. الله ينورك. بصحيح حبيبي اه؟ تعرف لها خويا. الله غير. الله يسلمك. هاي هاي وش نعطيك تاكل؟ يكتر خيرك خويا حالم. والله ما شوخت الماكلة على بالك. راني مزروب بالشغالات لهنا يا خويا. توصل حتى لعندي لهنا وما تاكلش. شوف خويا حالم خطر خويا ان شاء الله. على بالك لقيت وقيت قلت نجوز عندك باش نحكيو على واحد الموضوع. هذا ما كان تا حصرة. تفضل احكي انا نسمع لك. اي على كل حال يعني يخص اختك فرحة على كل حال. نعم. احكي احكي يعني يسمع. امينه وش بك يا كم صفاره؟ وش بك يا كم مريضه؟ دي حاجه ما تخفالك امينه. انا اختك. قولي لي امينه وش بكي؟ تي يا صامطه وعلى بالي لو كان ما نحكي لكش تقعدي تهبلي فيا. صامطي غير بالقبيح. يصح هذوك. قولي لي على بالك كنت سبيطار وش قال لي طبيب؟ مش قال لك طبيب؟ ما تخدميش الشغل ما تفدي ما تحبي ما تديري والو راك داو تمانجي. لا ما تحشمي هكذا مسخري بيا. وش عندك في القلب الحجر؟ شافي انا يلي جيت ليك وفرغت لك وش كان في قلبي. خلاص درك اختيني. شكون اللي جا ما تمنينيش عبالك؟ شكون؟ تحشمش بعد قا واش دارت لك تجي للدار جا مطلص. حلو كنتو في الحاله اللي فيها
ما تمنيش. شكون يا طفله؟ جوزتك ويسا. مرحبا بكم جوزو. ريح كي راكم؟ لويزا كي راه مولا بيتك؟ قولي لي يا بنتي كيفاه راكم مع خياركم؟ سمحونا جينا بلا ما نعلموكم، كنا جايزين طريق قلنا نجوزو نطلو عليكم وحبينا نشوفو امينه. ما عليه يا بنتي، على كل حال كنا نسبة ولو كان طالت عشرتنا نرجعو فاميليا، بصح الموت قطعتنا. هاد الشي من عند ربي الله غالب. الله يرحمه ويوسع عليه. توحشت امينه. يتوحشك الخير يا بنتي. سمحينا شقيناكم. لا لا ما تقوليش هكذا، راكم في داركم يا بنتي، مرحبا بكم. مساء الخير عليكم. مساء الخير وعافيه. شوفوا بيت معها برد، تفضلوا. مانيش عارفة باش نبدا. لا لا وش وصاك طبيب؟ ماشي مليح على قلبك. المغبونة عينيها نشفو متبوع، تبات لي الكامل وهي تبكي على المرحوم. يا حليل وليدها كبدتها، ربي يعطيك الصبر ان شاء الله. وش نقول لكم، ربي ما وعدنا بحياه، كيمد ما يمن وكي يدي ما يحن. وليدها ان شاء الله يبدل محبته بمحبه الله. وش نقول لك، هو الله يرحمه وهي الله يعطيها الصبر. الشيطان دار بيها، ما كنتش عارفة، ما كنت جايبة خبر لعمري. حبيت نقولكم، حبيت وليدي الصدمة تاع وليدي عقلي طار. إبليس إبليس تربية الجهل، الجهل والغرور هم اللي بيا. ما كنتش عارفة كنت عارفة وش كنت ندير وش كنت نقول. اسمحوا لي وراهي أمينة نطلب منها السماح. راني ندم على كل شيء. قولوا لها تسامحني ونجي للدار. نعهدكم نربدها فوق راسي وعينيا، نديرها بنتي حتى حاجة ما تخصها. قولوا لها تسامحني وتجي للدار. قولوا لها.
هذيك ستوده تاع لويزه يتبكي زعما حبت تغيدهم كان انا ماشي مليح تهضر هكداك عيب عليك يا عابر بعدا ما طلقتي حتى واحد عيب عليا حق الخير قل لك ما تحبيش لي يعطيكم الصح لحسب ما سمعت لويزا جات تطلب السماح زعما ندمت وينك رايحة؟ نحن لو كانت قعدي تلتهي بقرايتك ماشي خير؟ قعدي تلتهي بقرايتك عبير الحقيقة الدنيا هذه مرة صعيبة وسهلة في نفس الوقت للإنسان اللي يقرأ للزمن عقوبة ربي كتب لنا فيها امتحان باش يجربنا في إيماننا في قدرتنا ويشوفنا إذا نستقبل منه الأشياء اللي أعطاه منا نحمده نشكره نتفكر الدار دائما في هذه الدنيا يوم لك ويوم عليك كما يقول المثل كل ما احنا تزيد في الراس عقل احنا يا سيدة من جهتنا رانا سامحين لك ومن زمان احنا اللي فات مات والصفحة اطويناها انت اللي ما تنحيشي رحمة ربي من قلبك يشدها في الله الخطر هو الوحيد اللي يقدر يحنن القلوب ويجمع العائلات ما احنا ما رانا حتى شيء وما نقدر ندير والو السمحولي قلت لك رانا مسامحينك في الدنيا وفي الاخره يا لويزا في الدنيا هذه احنا ضياف برك وكيجي الاجل ما يتاخر بدقيقه ما يتقدم والمليح فينا المؤمن اللي امن بقضى الله تحبين بشرك عروستك راهي حامل ومن على شهور راح ترفد دير واحد وليدك في حجرك وان شاء الله ان شاء الله هذا المزيود ينسيك ويخفف عليك شويه حزن ويمسح دمعتك ان شاء الله يما ونوارها يا جيت بكري اليوم كمان ايه معلوم جيت نجري قباله باش نخبرك بخبر على بالي بلي تموتي بالفرح خير ان شاء الله غير الخير غير الخير واش عندك خبر وش يفرحني نهار اللي تجي وتقول لي يا يما راني رايح مستبيت ويا يما جيت على هذاك المقصود كمال وليدي ما تمسخرش بهذه الحوايج هذه عندك خبر بلي راني مريضه وعندي لا تونسيون ما تمسخرش بي يا وليدي يا إما حاجة كما هذه الناس ما يتمسخروش فيها
وجيت نقول لك باللي صبت مرة. صبت مرة؟ وكيفاش هاد المرة؟ عرفت ماليها؟ ها؟ واش شابة؟ قرية كيفك؟ شوفي يا إما القراية قرية. حاجة تزين وماليها نخليها لك ليك. أنت كي تشوفي هذاك الوقت من دراي. يا وليدي. عندك خبر مش فرحة. راني للترعد يا وليدي. الحمد لله يا ربي. الحمد لله. ربي. أنا هذيك اللي جيت مقلق وجيت نجي. وش نقول لك يا وليدي مبروك. والله يكسر قلة العسل بيناتكم. يا ربي يا ربي الحمد لله يا ربي. الحمد لله اللي قبلت وش دعيت لك يا ربي. شانس معليش نهضر معك. واش بيك؟ ما عقلتينيش؟ والله خلاص نسيتيني. واش راك حالي؟ ما تخممش عقلتك. الحمد لله. ما شاء الله امواتيك الحجاب. الله يسلمك. نقدر نوصلك؟ ما نعطلكش. زوج كلمات ونروح. شانياز تقبلي تكوني زوجتي؟ هادو ثلاث كلمات ماشي زوج. اسمح بقول قبلة. اسمعني مليح واش راح نقول لك يا وليدي. احنا في وقتنا ما لقيناش اللي يعلمنا الصنعه، كنا نسرقوها نخطفوها. اما انت الا حبيت هذه الصنعه وحبيت تعيش بها، اسمعني مليح واش نقول لك. ولا حبيت تجوز وقت برك معايا، انا هذه ما نحبهاش وما عنديش وقت نضيعه معك. على بالي عمي عيسى، وصاتك كيما باش تعلمني الصنعه، وشنو انا هذه هي البدايه تاعي، ما عنديش خبرة يعني فيها. ماذا بك تصبر عليا شوية حتى نحفظها في راسي. يا ودي لو كان كملت قريتك ماشي خير، الخدمة تجيك من بعد يا وليدي. يا عمي عيسى أنا كنت نحب قرايتي، بصح الله غالب يما ما قدرتش توفر لي المصاريف تاعي، على ذلك حبست قرايتي. معليش مادام ترك هنايا جزء من الأجر. شوف قبل كل شيء لازم تستحفظ بالآلة هذه، تحط المادة نتاعك هنا. نعم. السلام عليكم. السلام سي عيسى. اسمح لي تلفتك سي سليمان؟ لا. نعم. اهلا وشرا. لاباس لاباس لاباس. اسمح لي لما جيتش نقدم لك تعازيه. صح. انا لله وانا اليه راجعون، الباقي الا المولى سبحانه. هذه الدنيا سي عيسى، الباقي الا المولى سبحانه.
سبحان الله. الله يبارك. يبارك فيك. يبارك فيك. دخلت شباب القهوة. لا لا ما يشقاش. جست غير نطلع عليك برك. يطلع عليك الخير. سي عيسى بغيت نتكلم لك على واحد الموضوع. خير إن شاء الله. سي عيسى على بالي بالمحاين اللي جوزتها العائلة تاعك، وعلى بالك بالمحاين اللي جوزتها العائلة تاعي، ما نتمناها لحتى مؤمن. صح صح مهما كان راه كاين دم بيناتنا، رانا عائلة واحدة. بارك الله فيك سي عيسى، بارك الله فيك. والله جست باش نسمع هذا الكلام منك، وانت بقلبك الطيب راك ما خينتنيش. سي عيسى رانا عائلة واحدة، ومنا الفوق إن شاء الله نكونوا يد واحدة إن شاء الله بربي. إن شاء الله. وأمينة ولو ما شبعتهاش، ما عرفتهاش مليح، المزيود الجديد راح يحمل اسمي، وأمينة يما تحفيظي تبقى معزة ومكرمة، وما دامني هنا يا سي عيسى ما يخصها والو. على بالي. بارك الله فيك. بارك الله سي عيسى، بارك الله. وإحنا رايحين نكونوا خاوة إن شاء الله. إن شاء الله.